استعدادا للانطلاق. فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات على جائزة النادي التقديرية في شوطنا الخامس على بركة الله تعالى. ونياز في المقدمة في هذه اللحظات مع محاولات من رشيف، المحاولات أيضا من فرز في هذه اللحظات ومحاولات كذلك أشاهدها لنوبل في المركز الخامس أو السادس في هذه اللحظات مع محاولات مستمرة لرشيف في المركز الأول. الثنائي رشيف ونياز في مقدمة الجياد المشاركة في هذا الشوط في بداية الشوط والانطلاق من علامة 1650 مترا. أشاهد كذلك ملحم من الخارج الآن، التقدم لنياز الآن ومحاذاة كذلك لرشيف، ملحة في المركز الثالث والمركز الرابع لنوبل في هذه اللحظات. الانطلاقة سريعة، تنافس بين الأحمر والأبيض في هذه اللحظات، التقدم للأحمر مع نياز في هذه اللحظة في محاولة للحصول على جائزة النادي التقديرية. نياز الآن مع جيري رندون المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات، نياز يتقدم الآن ويمسك بزمام صدارة في هذه اللحظات مع محاولات الآن من ملحة من الخارج. المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، نياز يحافظ ملحة الآن من الخارج كما تشاهدون، احتكاك مع الجياد بعضها البعض الآن. نياز في المقدمة مع جيري رندون، نياز يحافظ، المحاولات من هذبة نياز وهذبة وملحة، نياز المركز الأول، الاسطبل الأحمر وجائزة النادي التقديرية ما شاء الله.